عسلامة مسيو. سلمك بارك الله فيك. مرحبا بك. بيك مر أكثر. في ظل انتظار جلسة مع كل من رئيس الحكومة وزير الفلاحة، تخوفات كبيرة من تواصل أزمة الحليب لأكثر من 6 أشهر. الشيء هذا كان منتظر ومتوقعينه باعتبار عوامل طبيعية بدرجة أولى، ثم عامل جفاف توا متواصل عنده عدة سنوات، وثم تفويت في القطاع معناتها الأبقار اللي ثم من ناحية، ثم تهريب وثم تسويق المنتوجات معناتها هذه اللي راجع بالنظر للحليب. نحن فوتنا في، كنا منجين الحليب بصفة مهولة في وقت ما كنا نبزعوا فيه في الشارع، عنا فايض. اليوم مع الأزمات ومع تواصل الحكومات اللي تعديت فاسدة والتفويت العشوائي في قطاع الأبقار، وقعنا في الأزمة هذه، والأزمة هذه أزمة هيكلية يلزمنا نعاود ونحلو الموضوع بكله ونعاود تأطيره وهيكلته باش ننقذوا القطاع بصفة عامة، قطاع الأبقار بصفة بدرجة أولى، من بعد يجي منتوجات ثانوية. بالنسبة للأبقار يقع الحد من التفويت فيها للجزائر والليبيا، خاطر ثم تهريب، ثم عامل تهريب عنده مفعول، وثم عامل الجفاف. يلزمنا نحاولوا بجميع الوسائل نستوردوا العلف المركب، والا نصنعوا علف داخلي في انتظار تتحل الازمه وتنزل بحول الله الامطار. هذا ما وقعش. الشيء اللي يلزم تو ندركوه باش ندركوا الوضع، على الاقل نعلموا الراي العام، الاعلام نتاع الراي العام، وتبدا الناس في بالها خير من اللي ما في بالهاش، باش يبقى ثم صغار، ثم رضع، ثم صغار، ثم ناس كبار معناتها يستحقوا الماده هذه نتاع الحليب. يلزمنا نحاولوا كيفاش نقنعوا الراي العام يولي يتنازل بدرجه اولى لك الرضع، ويتنازل لك شيوخك العجائز، باش تكون الاولويه لهم هما، ونضحيوا نحن اللي في معناتها الشباب وعمر متوسط، نضحيوا بالماده هذيك ما نستاهلكوهاش ياسر، باش على الاقل يقع فيها اقتصاد جزئي. الاقتصاد الجزئي هذا يحل مشكله محدوده لا محاله، ماهيش ما تطولش ياسر في العمر، ولكن نحلوها تدريجيا ونحاولوا نرجعوا للهيكله نتاع القطاع ونداركوا الوضع، وبحول الله تحل الازمه. حتى كان هي 6 أشهر، 6 أشهر نحن كي نحاولوا نعالجوها بطرق اجتماعيه وتضامنيه، نتضامنوا الناس كل مع بعضنا في الحل المشكله هذه، المعضله هذه بحول الله تحل، وما ثماش اشكال، وما نثقلوش على الميزان التجاري، نمشيو نوردوا الماده هذه على حساب العمله الصعبه اللي مستحقينها في ابواب اخرى، ونحاولوا نثقلوا الميزانيه نتاعنا، وكيك مش نضروا اكثر وما نحلوش مشكل. نرجعوا للهيكله نتاع القطاع، نتاع قطاع الابقار، ونضحيوا شويه، نقدموا شويه تضحيات، ونبجلوا اللي هو في الاولويه، ونحن نتحملوا المسؤوليه كاي الناس. دونك المواطن كيفاش قاعد يواجه في الازمه هذيا؟ المواطن يلزم يواجه الازمه هذيا كما واجهنا الازمات اللي تعدت، شويه حكمه، والناس يظهر تدربت على الحكمه في تونس، تدربوا على الاقتصاد المحلي والعائلي، ويحاولوا الوجبه الصباحية اللي هي متركزة أساسا على الحليب نحاولوا نغيروها نوعا ما بأساليب أخرى، نحاولوا نتجهوا المأكولات أخرى، نتجهوا المأكولات أخرى، وثم عنا ما شاء الله من البدايل، نجموا نبدلوا وجبة الحليب بالنسبة للي ما يستحقهاش بدرجة أولى، اللي يستحقها بدرجة أولى هذاك في الأولوية نحن حتى نستوردوا له مثالش، نستوردوا له اللي هو باش ما يضرش صحيا مثالش، أما بالنسبة اللي بدنه يتاوق يحاول يستبدل مادة الحليب بمادة أخرى في انتظار يرجع سوق الحليب يرجع لطبيعته العادية. لكن الناس الكل في الصباح تعمل قهوة، يعني هذا كان مش قهوتين. متفاهمين؟ هاي هنا يجي الواجب التضحية. نحن نشوفوا في الناس في غزة وفي فلسطين يضحيوا بدمهم على بلادهم، نحن هذه بلادنا زاد، وقت اللي يتمس قطاع يلزمنا نقدموا تضحيات، نحن مش نقدموا تضحيات بالدم. نحن مش نقدموا تضحيات بالصبر، نصبروا على المادة هذه، ما نستهلكوهاش، المدة زمنية محدودة، في انتظار نهيكلوا القطاع من جديد
ويرجع الحليب لعادته الطبيعيه. هو صحيح معناها الحليب والقهوه والكل مهمين، لكن ما همش ضروريين 100% يعني كما الادويه او الاكسجين او اي حاجه اخرى. اي هذا معقول، الحليب ضروري كما ذكرت انا، ضروري للرضع، ضروري للشيوخ، للمتقدمين في السن، اما بالنسبه للاعمار المتوسط الكهول وكذا والشباب ماهوش ضروري 100%، ينجم يصبر وينجم يتاوق، وهذوكم الاغلبيه في السلم الاجتماعي نتاعنا، هذوكم الاغلبيه اللي هي متركزه على الشباب 55% وكهول وكذا، نلقاو الاغلبيه تنجم تصبر وتنجم تضحي بالماده هذه جزئيا معناتها تدريجيا، حتى ايش نعاودوا نهيكلوا نحن قطاعنا ونرجعوا بصفه اليه، نرجعوا للانتاج الطبيعي، وماهوش حاجه مستبعده، وان شاء الله ربي يرحمنا بالمطر ما بين قوسين، خاطر المطر هي الاساس، الماء هو الاساس. وزيد نقص الاعلاف زيد والفلاح اللي باع القطيع نتاعو، يعني برشا اسباب مربوطه بازمه الحليب. اي هذا هو اعاده هيكله القطاع من الناحيه العلفيه، من الناحيه الفلاحيه، من الناحيه التسويقيه، من جميع والانتاج بصفه عامه، يعاود يسترجع انفاسه بشويه بشويه باعاده هيكله محكمه من طرف وزاره الفلاحه ومن طرف المجتمع المدني، خاطر المجتمع المدني ينجم يدعم زاد الفلاح، ما يخليهش يتحمل المسؤوليه وحده، المجتمع المدني عندنا ما شاء الله منظمات اجتماعيه وتنظيمات تأطيرية نجموا ندعموه الفلاح وندعموا الدولة، نحن بمجهودنا نصبروا من جهة أخرى وندعموه كان لزم، شبيه صندوق وطني لإغاثة القطاع الفلاحي في ظرف صعيب كما هذا، ظرف جفاف عملناه في برشا مناسبات، المرة هذه جفاف حاد عنده قرابة 3 سنين والطبيعة ما رجعتش لطبيعتها كما كانت، نحن نجموا نطلبوا آنيا نجموا نطلبوا في الحال بعث صندوق وطني للنهوض الفلاحي وندعموه حتى بأجرة يوم في الشهر، أجرة اقتطاع ليوم عمل مرة في الشهر لمدة عام كامل، النهوض بالفلاح وبقطاع الفلاحي بصفة عامة، ونجموا نحصلوا على الأقل نحقوا نتيجة معينة، مش ما نعملوا حتى شيء ونقعدوا نستناو الدولة شو باش تعمل، الدولة هي منبثقة، الدولة هي عقل المجتمع، منبثقة من المجتمع بطبيعتها، إطار منبثق من المجتمع عن طريق الانتخابات، هذيك هي الدولة، بالنسبة لنا احنا هي مجتمع مدني، الدولة مجتمع مدني وعقل مدبر اللي هي تمثلوا الدولة بصفة عامة عن طريق الانتخابات، ونحن نتكاملوا مع بعضنا دولة ومجتمع مدني نتكاملوا باش ننقذوا القطاع الفلاحي عن طريق التضحيات والاقتطاع مرة في الشهر وبعث صندوق لإغاثة الفلاحة في ظروف جفاف. ماهوش يعطيك الصحة، نخلي لك الكلمة الأخرى. الكلمة الأخرى ربي يحمي تونس وربي يعطينا المطر. آمين يا ربي، ميرسي.